يلا يا شطار نكتف الأزهار وتجمعنا رونة فوازير صغار. يلا يا شطار نكتف الأزهار وتجمعنا رونة فوازير صغار فوازير صغار فوازير صغار. مرحبا، معكم العم عبدو في فوازير صغار لهالسنة الجميلة. خليكم مع فزورتنا لهذا اليوم. ركزوا معنا إخوان الكل أربعة ما يلتقي معهم أبد، وكل واحد منهم له طبع ما يشبه أحد. دايم طباعه باردة كم شخص من بردة، برد قاسي شوية وحضرته كل انتدرع واستعد. الصوف والقطن الثقيل نلبس جميع اللوفات. فما الحل؟ مرة أخرى نعم، إخوان الكل أربعة ما يلتقي معهم أبد، وكل واحد منهم له طبع ما يشبه أحد. دايم طباعه باردة كم شخص من بردة، برد قاسي شوية بحضرته كل تدرع واستعد. الصوف والقطن الثقيل نلبس جميع اللوفات. فما الحل؟ متابعينا، أكيد استمتعتوا معنا في هالحلقة من فوازير صغار. للمشاركة معنا أرسل على الإيميل الواضح أمامكم، أذكر اسمك ورقم جوالك ثم أرسل. فما الحل؟ يلا يا شطار نكتف الأزهار وتجمعنا رونة فوازير صغار. يلا يا شطار نكتف الأزهار وتجمعنا رونة فوازير صغار. اسمع وتأمل فكر لا تعجل، اسمع وتأمل فكر لا تعجل، شاركنا في حل فوازير صغار، شاركنا في حل فوازير صغار. للفايز معنا كلنا باركنا، للفايز معنا كلنا باركنا، في فزورتنا متعة وأفكار، في فزورتنا متعة وأفكار. فوازير صغار.